انا اللي نبغي نبلغكم وعن طريقكم للراي العام بان الجمعيه المغربيه لحقوق الضحايا نظمت هذه الوقفه هي باش تبلغ، وحنا رمزيا نظمناها امام السفاره والقنصليه الفرنسيه باش نصيفطوا ميساج بان القضاء اللي بالاتفاقيه الدوليه اللي كتحمي الضحايا، المدافع عن حقوق الضحايا المفروض فيه يحمي الضحايا ماشي يحمي المغتصبين. جاك بوتيي باسكو لي سانوم غيش اي بويسون. القضاء الفرنسي قبل حفظ شكايات كانت رفعت ضده، اليوم كيعطي الافراج المؤقت وهو مرتكب اخطر الجرائم، التجار بالبشر واغتصاب قاصر. هذا سان بيدوفيل اللي كيغتصب قاصر، ما يمكن ليش نخرجو نعطيه الحريه ونتابعو في حاله سراح مؤقت. لذلك حنا اليوم بغينا نوصلوا صوتنا اللي هو صوت الضحايا بان القضاء الفرنسي يراجع نفسه في هذه المساله، على اعتبار ان هذه لا كانت دوله اعلى الامن العالمي لحقوق الانسان ودوله الحقوق والحريات كان المفروض اولى بها تحمي ضحايا جاك بوتي، وتشجع على انهم يبلغوا ماشي تشجع على الافلات من العقاب. هذا القرار فيه تشجيع على الافلات من العقاب. كنتمنى ان الامور ترجع لنصابها من خلال الاجراءات اللي غادي يديروها زملائنا الفرنسيين بفرنسا اللي متابعين هذه الملفات، وبالنسبه للشكايات المستقبليه اللي غنوضعوها كذلك لضحايا اخريات في باريس. كنتمنى ان القضاء ينصف الضحايا من حقهم، كل المواثيق الدوليه كتعطيهم الحق باش يطلبوا الانتصاف ويطلبوا جبر الضرر. مع الاسف مثل هذه القرارات كترجعنا للوراء وكتشجع على الاقتصاد.